لكل بداية حكاية، ولكل ماضي ذكريات، ولكل حلم أهداف، ولكل رمضان نهاية، وللعيد فرحة، ولتمنار دولي بالمركب، وللمركب نجوم ومواهب، والمواهب في بتيس وإدران، وهما توأم عرس الختام. لكن البطل واحد ولا مكان لاثنين، والنجاح لنا جميعا. على الأمل والحب التقينا بجهود المنظمين وتضحيات جنود الخفاء، بوفاء جماهيرنا وبسحر أبطالنا. اليوم نقف لنودع البطولة كما ودعنا جميع المغادرين، فليس الإقصاء معيارا للضعف والمهانة، لأنكم شرفتمونا بالمشاركة. فكرة القدم جامعة القلوب وسفيرة الألوف. بتيس اجتاحت الأدوار راسمة المشوار، محطمة الأسوار لتصل إلى ليلة الأنوار. فعذرا للتأمينات رغم الإخفاقات، ووداعا تعكارت رغم الاستماتة، وإلى فرصة أخرى يا جبال ويا منتاس، القادم أفضل. ولا تحزنوا يا ربان الحسنية، بل واصلوا وتجزين في شبابكم أمل. ولبومجي نهضة تاريخية، وفي أي داود جواهر نفيسة، وتمونت مستقبل تليلت، وإذا تغمى تنيرها النجوم، وإفرخص تتنفس بعشق المولودية، والإنسوان تفوين مشرقة. وفيها غراس عزيمة وتحدي، وإن زميت بشبابها ستحيا. وإدران ليست ظاهرة موسمية، بل بركان غضب انفجر على الأندية. وإثران حكاية ليس لها نهاية، وباب السويقة تمرض ولا تموت، وأي التملال حلم لم يتحقق بعد. وحكاية النهاية حوار سيتقاسمه بتيس وإدران، وهناك سنتعرف على بطل النسخة السادسة. ومن يدري، هل ترضى بتيس بتوديع اللقب، أم أن إدران ستحلق به خارج تمنار؟ بين هذا وذاك غموض ودوران، وأفراح وأحزان، وآلام وآمال، وإخفاق ونجاح. حافظ برديق سيفو.